أهلا بكم مجددا مشاهدينا. إذن وصف الحرب الأوكرانية بأنها قد غيرت وجه العالم ليس فيه كثير من المبالغة، فقد تضررت بالفعل دول تبعد عن ساحة الصراع آلاف الأميال بفعل ارتفاع أسعار الواردات الغذائية، باعتبار روسيا وأوكرانيا هما المصدر الأساسي لصادرات القمح والذرة وغيرها من الحاصلات الزراعية المهمة. في المقابل، مثلث الحرب فرصة لزيادة عوائد دول أخرى تعتمد على النفط والغاز الطبيعي كمصدر أساسي للدخل. وأما المزيد حول الأثر الاقتصادي للحرب الروسية الأوكرانية على منطقة الشرق الأوسط، نذهب إلى العرض التالي. مشاهدينا، أنتم في هذه الحلقة من برنامج الشرق الأوسط، ولكن وفتنا وسائل الإعلام بهذا النبأ العاجل، حيث أفادت مصادر للقاهرة الإخبارية بأن مصر بدأت في إقامة معسكر النازحين رقم 2 بخان يونس بسعة 400 خيمة، ويسع حوالي 4000 شخص ومزود بالكهرباء ودورات المياه، وهذا في إطار سعي مصر للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين، كما أنه من المفترض أن يتم الانتهاء منه نهاية الأسبوع الجاري بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، وسوف تعقبه إقامة مستشفى ميداني بمدينة رفح ومعسكر آخر شمال دير البلح، بالإضافة أيضا لتخصيص مركزي توزيع مساعدات برفح. إذن جاءنا هذا النبأ العاجل، حيث أفادت مصادر للقاهرة الإخبارية بأن مصر بدأت في إقامة معسكر للنازحين رقم 2 بخان يونس بسعة 400 خيمة، ويسع حوالي 4000 شخص ومزود بالكهرباء دورات المياه، وهذا في إطار سعي مصر للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين، ومن المرتقب أن يتم الانتهاء منه في نهاية الأسبوع الجاري بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، كما ستعقبه إقامة مستشفى ميداني بمدينة رفح ومعسكر آخر شمال دير البلح، بالإضافة لتخصيص مركزي توزيع مساعدات برفح. مشاهدينا، أفادت مصادر للقاهرة الإخبارية بأن مصر بدأت في إقامة معسكر للنازحين رقم 2 بخان يونس بسعة 400 خيمة، ويسع حوالي 4000 شخص ومزود بالكهرباء ودورات المياه، وهذا في إطار سعي مصر للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين، وسوف يتم الانتهاء منه في نهاية الأسبوع الجاري بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، كما ستعقبه إقامة مستشفى ميداني بمدينة رفح ومعسكر آخر شمال دير البلح، بالإضافة لتخصيص مركزي توزيع مساعدات للأشقاء الفلسطينيين في رفح. عن حسابات الأضرار والفرص الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، أواصل هذا النقاش في الذكرى الثانية للصراع الروسي الأوكراني مع ضيوفي من الجزائر الدكتور فارس هباش أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف، وأجدد الترحيب بضيفي من القاهرة الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأيضا ستنضم إلي الدكتورة زينة منصور الباحثة السياسية والاقتصادية. وأبدأ معك دكتور هباش، ما هي إذن الفرص من وجهة نظرك التي أتاحتها الحرب في مجال الطاقة بعد العقوبات التي فرضت على روسيا مؤخرا؟ نعم، أولا مرحبا بك الأستاذة الفاضلة وبكافة السادة المشاهدين عبر قناة القاهرة الإخبارية.
بطبيعة الحال لما نتكلم عن الأزمة الجيوسياسية والحرب بين أوكرانيا وروسيا التي تشهد عامها الثاني على التوالي، فلا بد للحديث عن إرهاصات وانعكاسات هذه الحرب وهذه الأزمة الجيوسياسية على العديد من التوازنات الاقتصادية العالمية، وبالأخص على مستوى الطاقة وسوق الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي بشكل خاص. وبالتالي نعلم جيدا أهمية روسيا كشريك في سوق الطاقة العالمي ومركزيته واستراتيجيته، حيث أن روسيا تعد من كبار منتجي الغاز على مستوى العالم، حيث بلغ إنتاج روسيا حدود 638 مليار متر مكعب، وكان يتبوأ الصدارة قبل أن تأخذ الصدارة الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي ب 900 مليار متر مكعب. وبالتالي فإن انقطاع أو انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى القارة الأوروبية من شأنه أن يحدث انقطاعا، ومن شأنه أن يحدث ارتباكا على مستوى سوق الطاقة على مستوى أوروبا بأكملها، ومن شأنه أن يؤثر على العديد من المؤشرات والعديد من الأصعدة الاقتصادية، خاصة وأن شهدنا في السنتين الماضيتين ارتفاعات كبيرة لمعدلات التضخم في أوروبا نتيجة انقطاعات في سلاسل التوريد نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. فعلى سبيل المثال، فواردات أوروبا من الغاز العام الماضي وصلت إلى 392 مليار دولار، في حين كانت سنة 2021 120 مليار دولار، وبالتالي فقد ارتفعت ثلاث مرات وأكثر، وهذا نتيجة ارتفاع أسعار الغاز في سوق الطاقة العالمي، حيث تضاعفت ووصلت في بعض الفترات حتى إلى ستة مرات حسب المؤشر الهولندي. وبالتالي فربما أن هذه الأزمة وإن كانت انعكاساتها سلبية من الجانب الروسي، إلا أن هناك بعض الأطراف التي يمكن أن تستفيد من هذه الأزمة نتيجة عدم التوازن في الطلب والعرض العالمي. نعم. طيب، انضمت إلينا من بيروت الدكتورة زينة منصور الباحثة السياسية والاقتصادية. مرحبا بك دكتورة زينة. مساء النور دكتورة زينة. كيف تضرر الأمن الغذائي إذن في الشرق الأوسط جراء الحرب الأوكرانية الروسية من وجهة نظرك؟ حقيقة ليس الأمن الغذائي فحسب، إنها أزمة طالت كافة الاقتصادات المطلة على شرق المتوسط وعلى البحر الأحمر، وكل هذه الاقتصادات المتشاركة بهذه الممرات التجارية تعرضت لأزمات، أولا بحكم الترابط بين بعضها البعض وشراكاتها الاقتصادية، ثانيا بحكم أن سلاسل الإمداد والتوريد هذه هي الشرايين الفعلية لتغذية الاقتصادات بالسلع والبضائع، خصوصا إلى جانب خطوط الطاقة من الخليج وإلى سائر أنحاء العالم، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار الشحن وبوالص التأمين وكلفة النقل، وبالتالي إلى ارتفاع في سعر المنتج النهائي للمستهلك. نحن حقيقة أمام أزمة، فيما لو طالت مدة الحرب ستؤدي إلى تباطؤ، إلى ركود، إلى حالة من التضخم قد تفوق الأزمة التي شهدناها مع أزمة كوفيد 19 أو كورونا. قد نكون في الأشهر القادمة فيما لو استمر سيناريو إطالة الحرب أمام أزمة تعادل أو تتخطى تداعيات أزمة كورونا، تحديدا على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نعم. فيما يتعلق باستفادة روسيا أيضا من موقعها كلاعب اقتصادي في تحقيق بعض المكاسب السياسية، دكتور بشير، يعني كيف ترى هذا؟ هل حققت بعض المكاسب السياسية روسيا في هذه الحرب؟ هل هي متقدمة عن أوكرانيا الآن فيما يتعلق بهذه الحرب؟ الحقيقة أستاذة أميمة، بعد أن أرحب بالضيفين الكريمين اللذين التحقا بنا على شاشة القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، إن روسيا تعتبر محظوظة إلى حد كبير من حيث الاعتبارات الجيوسياسية والجيوبوليتيكية. روسيا على مساحة شاسعة للغاية،
غنية بالموارد الطبيعية، سواء كانت النفط أو الغاز والمناجم، إضافة إلى الأراضي الزراعية والمياه وغيرها. وهذا كان أمر يؤرق الغرب المناهض لروسيا كثيرا، وكم كانت هناك مخططات غربية لتقسيم روسيا إلى دول عدة حتى لا تحتفظ بهذا القدر الهائل من المواد الخام والموارد الطبيعية. هذه الموارد الطبيعية أعطت روسيا حصانة ضد العقوبات، بمعنى إن العقوبات الغربية لم يكن لها تأثير عميق على الاقتصاد الروسي الذي استطاع الصمود. صحيح أن هذا الاقتصاد تأثر وأن الروبل تأثر بدرجة ما، لكن في نهاية المطاف استطاعت روسيا أن توجد لنفسها خيارات وبدائل عديدة. على سبيل المثال تصدير النفط والغاز الذي كان موجه إلى أوروبا بالأساس وتعتمد عليه روسيا في الحصول على العملات الصعبة، تم التوجه شرقا حيث الصين والهند على سبيل المثال. أيضا روسيا استطاعت أن تعيد التموضع جيوسياسيا واستراتيجيا من خلال تدشين أو تقوية أواصر التعاون الاستراتيجي مع الصين، حتى وصل آفاقا غير مسبوقة، تعاون عسكري، تعاون حتى في المجال الفضائي، علاوة على التعاون في مجال الطاقة. هناك خطان يتم التأسيس لهما الآن، باور سيبيريا 1 وباور سيبيريا 2، هذه للاستعاضة عن السوق الأوروبية التي ظنت الولايات المتحدة أنها ستمنع الأموال عن روسيا وستحرمها من مواصلة الإنفاق على حربها في أوكرانيا. ظني أن لدى روسيا خيارات استراتيجية عديدة، لم تنجح الولايات المتحدة بعقوباتها أو بحصارها في أن تمنع روسيا من التحرك فيها. أيضا في أفريقيا استفادت روسيا كثيرا من حالة الفراغ الجيوستراتيجي الناجمة عن الانسحاب الفرنسي وتمرد دول الساحل الغربي الأفريقي على الوجود العسكري الفرنسي فيها. نعم. وعلى النفوذ الفرنسي، واستطاعت أن توجد لها موطئ قدم. روسيا الآن تزود دول أفريقية بالحبوب مجانا في محاولة لتقوية أواصر العلاقة واستعادة الحضور الروسي الذي كان موجودا في المنطقة وفي أفريقيا. نعم. عذرا دكتور بشير لأن الوقت تقريبا قد انتهى في هذه الحلقة. سريعا دكتور هباش ودكتورة زينة، أيضا سريعا جدا، كيف استفاد دكتور هباش الجزائر وغيرها من الدول النفطية من ارتفاع عوائد صادرات الطاقة؟ لما نتكلم عن الجزائر ومدى الذي استفاد من الأزمة الجيوسياسية وإرهاصات هذه الأزمة خاصة على مستوى سوق الغاز العالمي، نتكلم عن استفادة الجزائر من خلال ارتفاعات مستويات أسعار الغاز التي تضاعفت في حدود 3 مرات إلى حتى 6 مرات. وكما يعلم الجميع أن الجزائر هي دولة غازية أكثر منها دولة نفطية، وبالتالي فقد استفادت من عائدات الغاز، حيث سنة 2022 كانت مداخيل الجزائر من الغاز 20 مليار دولار في حين كانت في حدود 11 مليار دولار في سنة 2021. ومن جهة أخرى فالجزائر ارتكزت في 3 سنوات الأخيرة على الاستكشاف والتطوير لمحاولة منها لتقوية مكانتها وقوتها الإنتاجية والتصديرية، خاصة كما أشار ضيفك ضيفك الكريم أن روسيا لها العديد من البدائل الاستراتيجية للتموقع في سوق الطاقة بالاتجاه الشرق نحو الهند والصين، وهذا ما يؤرق أوروبا، وبالتالي حتى بعد انتهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا فيمكن أن أوروبا لن تجد ذلك الغاز الروسي، وبالتالي تبقى أن الجزائر هي أحد الأقطاب الرئيسية. نعم. التي تتوجه إليها أوروبا. نعم. دكتورة زينة سريعا أيضا، ما هي سيناريوهات التعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب في الفترة المقبلة في خضم هذه المؤشرات التي تنذر باستمرار الحرب لفترة طويلة؟ حقيقة فيما لو استمرت الحرب خلال العام 2024 سيكون عام الأزمات الاقتصادية الممتدة، وستهندس الدول اقتصاداتها أو ستصمم ما يشبه اقتصاد الحرب، هذا الاقتصاد المقاوم للأزمات الذي يعمل على امتصاصها وعلى تأمين كافة احتياجاته الأساسية من الأمن الغذائي والاجتماعي والصحي
والأمن الطاقوي طبعا، هذه هي الخطوط الرئيسية، إضافة إلى الحفاظ على الأمن الاجتماعي والمعيشي نتيجة موجة أو أمواج الغلاء التي قد تضرب سلاسل الإمداد والتوريد للبضائع والسلع، وأزمات الخطوط التجارية التي تتعرض لمخاطر وتهديدات سواء عبر بوابة البحر الأحمر باب المندب أو عبر البحر المتوسط. إذن فيما لو طالت مدة هذه الحرب ستكون كافة الاقتصادات المتأثرة أو المتضررة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مضطرة حتما إلى اتخاذ تدابير احترازية اقتصادية حماية لاقتصادها الذاتي وأمنها الاجتماعي والأمن الطاقوي على وجه الخصوص. نعم، شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. كان معي من القاهرة الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام الدراسات السياسية والاستراتيجية، وشكرا جزيلا أيضا للدكتور فارس هباش من الجزائر أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف الجزائرية، والشكر موصول لبيروت والدكتورة زينة منصور الباحثة السياسية والاقتصادية. حسنا، مشاهدينا، عمان على الحرب الروسية الأوكرانية التي جعلت الخطوط الفاصلة بين التحالفات العالمية أكثر وضوحا وحسما. عمان على الحرب التي زادت المشهد الدولي تعقيدا وتشابكا، خاصة بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة والتي أججت الصراعات وتشكيل التكتلات، فاختلطت الأوراق خاصة مع محاولة أوكرانيا تشبيه نفسها بإسرائيل المظلومة التي تدعي المظلومية وأنها تدافع عن نفسها إزاء هجمات حماس التي تصفها بالمخربة، وذلك بعد العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة المكلوم. وأما الراعي لجميع هذه الحروب فهو واحد يخطط ويمول ويدعم ويملك مفاتيح اللعبة ومناورتها ومساراتها. وأما حرب غزة فقد ألقت بظلالها على حرب أوكرانيا، حيث ينبغي الآن توفير الدعم السياسي والمساعدات العسكرية والاقتصادية لكل من أوكرانيا وإسرائيل وفي وقت واحد، مما يعني ضرورة إنهاء وحسم المواجهة مع روسيا في أقرب وقت ممكن، نظرا لتكلفة اشتعال هذه الجبهات التي باتت موجعة لجميع الأطراف. أما روسيا الصامدة أمام الهجوم الأوكراني المضاد فهي تصر على التشبث بالمكاسب التي حققتها خلال عامين، بل وتعد العدة الآن لتكشر عن أنيابها مجددا لتدخل مرحلة جديدة من الحرب أكثر شراسة، أملا في أن تعلن انتصارها على الغرب. إنه مشهد عبثي وبامتياز ينذر بمزيد من التصعيد والتعقيد. وأما الشرق الأوسط فهو دائما المحرك والهدف والمؤثر على هذا العالم الذي يتأثر به بكل تأكيد. ختاما مشاهدينا، ألتقي بكم الأسبوع القادم على شاشة القاهرة الإخبارية. كنت معكم أميمة تمام في برنامج الشرق الأوسط، فإلى اللقاء.